شريف إكرامي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويكتب على إنستغرام رحيله عن النادي الأهلي رسميا في شهر في نهاية الموسم شهر 7 القادم. أقول الخبر تاني، شريف إكرامي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويؤكد أنه سيرحل عن النادي الأهلي في نهاية الموسم. ده خبر مهم جدا قلب كل سوشيال ميديا النهاردة دلوقتي منذ دقائق وأنا في اللايف معاكم. شريف إكرامي يكتب على إنستغرام أنه سيرحل عن النادي الأهلي في نهاية الموسم بإذن الله تعالى. شريف إكرامي يرحل عن النادي الأهلي في نهاية الموسم. طب هل الكتاب اللي الكلام ده اللي مكتوب حق ولا مش حق، صح ولا مش صح، وده الأكاونت الرئيسي بتاع شريف ولا مزور؟ أحمد السيد عنده فصل الخطاب. أستاذ أحمد السلام عليكم. عليكم السلام، تحياتي ليك يا أستاذ عبد الناصر وتحياتي لكل متابعينك في كل مكان، وبحييك على المتابعة اللحظية لكل الأخبار. يعني الأول دي صفحة شريف إكرامي ولا فيك ومضروبة؟ لا لا لا، صفحة شريف إكرامي، لأن هو الحساب بتاعه موثق، وطالما دايما يعني أي حساب يبقى جنبه العلامة الزرقاء دي طبعا يبقى الحساب موثق، إلا طبعا لو أثبت بعد ذلك، لكن هي المعلومة مؤكدة. يعني هو خلاص أعلن بنهاية الموسم، قال هينتهي دوره كلاعب داخل جدران النادي الأهلي، كمان يعني أكد إن خلاص بإرادته هيرحل من الباب الكبير زي ما هو كتب بمرفوع الرأس، فخور بما يحققه أو بما حققه مع النادي الأهلي، ويبحث عن تجربة وتحدي جديد، هيظل دائم يعني ممتن لهذا الكيان وفقا لما كتبه، وفخور بانتمائه للنادي الأهلي والجماهير النادي الأهلي، اللي قال عليه هو صاحب الفضل عليا في كل حاجة. قال إن كل التفاصيل هيعلن عليها في خطوته القادمة، وهيعلن عنها بوضوح في التوقيت المناسب، ومتمني دايما التواجد والإخلاص في القلعة الحمراء. هو من الشخصيات الإدارية الناجحة جدا، من الشخصيات اللي بتحقق يعني حاجات كتيرة قوي في النادي الأهلي، ويمكن زي ما أنا كنت بقول دايما مستر فايلر يعني كان حريص إن هو يبقى في جلسات معاه في الفترات الماضية، بيتخذه يعني بشكل مميز ككابتن للنادي الاهلي، بيستفيد بيه في امور كتيره قوي داخل النادي الاهلي، ويمكن كل هذه الامور يعني بيعتمد عليها خلال الايام الماضيه، يعني هو بيعتمد عليه بشكل. طيب هنرجع لأحمد السيد تاني. إذن رسميا شريف إكرامي يكتب كلمات وداع عن القلعة الحمراء، رسالة وداع مؤثرة. شريف إكرامي يعلن رحيله عن الأهلي في نهاية الموسم. أعلن شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي أن الموسم الحالي هو الأخير في مشواره الطويل مع الفريق، وقال إكرامي في رسالة وداع مؤثرة عبر تويتر بعد مشوار امتد أكثر من 23 عاما ناشئا ولاعبا بالفريق الأول، ومع اقتراب نهاية التعاقد الحالي، فقد استخرت الله في اتخاذ أحد أهم قراراتي وأصعبها داخل النادي الأهلي، والتي بها أرفع الحرج عن مجلس الإدارة التي أكن له كل الاحترام، ولما استشعرته أيضا من أساسية تجاه هذا الملف. وأكمل 23 عاما اعتدت فيهم على تحمل المسؤولية داخل الملعب، فلا يوجد متعة في كرة القدم أكثر من متعة المباريات والمشاركة فيها، حاملا شعار الأهلي. وظل هدفي خلال الفترة الماضية محاولة العودة من جديد للعرين بالجهد الشاق والصبر، منتظرا فرصة حقيقية، ولكن يوما تلو الآخر يصبح الواقع أكثر صعوبة. وأوضح صراع معنوي شديد أجبرني على ضرورة اتخاذ القرار الأصعب، فهو النادي الذي بداخلي ذكرى جميلة في كل ركن من أركانه، والفريق الذي لم أتخيل أن أحمي عرينا آخر سواه، فالقرار كان عبئا نفسيا ثقيلا، ولكن ترك مركزي بلا أزمات فنية واستقرار الفريق وموقف الإدارة كلها عوامل أعانتني على اتخاذ القرار. وأكد شريف إكرامي: لم أكن أنوي مطلقا اتخاذ قرار اللعب خارج النادي الأهلي، لكن في نفس الوقت حاولت جاهدا السيطرة على رغبتي في التواجد داخل الملعب فترة ليست بالقصيرة، دامت أكثر من عامين شهد فيهم الجميع باحترامي والتزامي الكامل، مطبقا كل ما تعلمته من مبادئ ونظام سلوك طوال مسيرتي داخل النادي.
فلم يكن هناك أي خيار غير ضرورة البحث عن مكان آخر أتواجد فيه داخل الملعب، قرار يقبله ويدعمه العقل ويرفضه بشدة القلب. فالنادي الأهلي وجمهورهم الأساس الذي صنع اسم عائلة إكرامي، لكن رغبتي الشديدة في المشاركة داخل الملعب قبل فوات الأوان حالت دون استمراري. وأكد في البداية: أود أن أشكر مسؤولي النادي الأهلي سواء كانت رغبتهم استمراري داخل الفريق أم لا، وكل التوفيق لهم فيما هو قادم. شكرا جزيلا لكل مدرب حراس مرمى ومدير فني تعاملت معه، فكل منكم كان له بصمة استفدت منها خلال مشواري داخل جدران الفريق. جمهور الأهلي الكبير، مساندتكم ودعمكم كان السبب الرئيسي في أي نجاح حققته وكنت جزءا منه، فأنتم من صنعتم الكيان الكبير وشعبية نجوم وما زلتم، وحبكم واحترامكم بالنسبة لي أكثر أهمية من أي بطولات تحققت، وستظلون دائما التاريخ الحقيقي وأجمل ذكرى لي في مشواري. شكرا من القلب لكل من ساندني خلال مسيرتي، سواء حبا في شخصي أو دعما للنادي الأهلي، فكنتم دائما الدافع الرئيسي للاستمرار والمثابرة. وشكرا أيضا لكل من انتقدي أو تجاوز في حقي كرها من شخصي أو للنادي الأهلي، فكنتم دائما الوقود الذي يستفز قدراتي، ولكم جميعا مني كامل التقدير. وفي النهاية أخطأت أحيانا وأجدت أحيانا، ولكن يعلم الله وكل من عمل معي خلال مشواري أني لم أقصر يوما تجاه مسؤوليتي داخل الملعب أو خارجه، وكان هدفي دائما خدمة الفريق لتحقيق أهدافه وتجسيد شخصية النادي وإرساء مبادئه ومحاولة كسب احترام الجميع. وأتمنى أن أكون قد وفقني الله في ذلك. وقال: كل التفاصيل وما يخص خطوتي المقبلة سوف أعلن عنها بوضوح حين الاستقرار عليها وفي التوقيت المناسب. كل تركيز الآن مع فريقي لتحقيق موسم أخير ناجح يرضي طموحات جمهورنا الكبير، والأداء بإخلاص حتى آخر يوم لي داخل القلعة الحمراء. بنهاية الموسم الحالي ينتهي دوري كلاعب داخل جدران بيتي، بإرادتي أرحل من الباب الكبير مرفوع الرأس، فخورا بما حققته، باحثا عن تجربة وتحدي جديدين، وسأظل دائما ممتن لهذا الكيان وفخور بانتمائي له ولجمهوره أصحاب الفضل بعد الله في كل شيء، وأعود إليه يوما ما مستقبلا إذا شاءت الأقدار. دي رسالة شريف إكرامي على إنستغرام، بنفرد بكم بكل تفاصيلها وكمان ردود أفعالها مع زميلنا الأستاذ أحمد السيد، لأن ده كان مهم جدا. ده سبق صدره لنا شريف إكرامي على إنستغرام، وكنا معه لحظة بلحظة. كانت رسالة طويلة قرأتها لكم كاملة، وردود أفعالها قلبت الدنيا بمجرد أن نشرت على إنستغرام. طبعا دي أطول رسالة ممكن أقراها في حياتي على إنستغرام يا أحمد يا سيد. خلينا نقول يعني شريف إكرامي من الناس المميزة جدا كمان، خصوصا لما بيكتب سواء على تويتر أو الإنستغرام، وردود أفعاله دايما تجاه أي حدث دايما الأهلوية بيحبوا يعني بيتابعوا كل آراءه، يعني لأن هو بصراحة من الناس المحترمة، من الناس المتعلمة، الناس اللي بتعرف تتكلم بشكل مميز. فزي ما حضرتك كده انفردت وقلت ونقلت الكلام بالنص، يعني هو شريف إكرامي يعني هو يعلم جيدا بان تواجده داخل القلعة الحمراء في الفترة الماضية كان في اكثر من اصابة، ولكن حتى بعد عودته لم يشارك بانتظام. الشناوي اكيد يعني ما شاء الله متعلق بشكل مميز، بيأدي بشكل مميز سواء مع النادي او مع المنتخب. موجود علي لطفي، مصطفى شوبير الصاعد الواعد داخل في الصورة، فهو أصبح يعلم بأن قيمته يعني الفنية، أصبح النادي الأهلي يعني نقدر نقول خلاص هو حس إنه مش هيقدر يعني يكون ليه دور فنيا يعني داخل الملعب، ولكن دوره إداريا وارد ووارد بقوة. دايما كنت بقول لحضرتك مستر فايلر بيعمل معاه جلسات، يبقى عايز يوفر رسائل معينة للعيبة. يعني خلي بالك، احنا برضه على الفور عايزين نسبة الكل بنسبة 90% شريف إكرامي في الجونة الموسم القادم. يعني يمكن ده يتضح في الفترة القادمة، لأن هو كادر إداري ناجح جدا. لو هيكون متواجد داخل النادي الأهلي إداريا وده وارد جدا هيكون موجود، برضه لو مش موجود هيكون طبعا في الجونة لأنه صديقه حسام غالي هناك، وأيضا كمان
يعني كل المسؤولين، وبالتالي ده الموقف هيتحدد. لكن هو يعني شريف الكرامي كادر مميز جدا 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 اداريا، وحتى لو اشتغل كمدرب حراس مرمى هو قال انه هيحدد الخطوه القادمه في التوقيت المناسب، لكن هو لسه موسمه مكمل مع النادي الاهلي. وزي ما انا قلت هو في شغله الاداري اللي كان بيشتغله مع النادي الاهلي في الفتره الماضيه كان واضح وكان بيأديه بشكل مميز. نفس الدور اللي كان بيعمله ايضا حسام عاشور، اللي ربما ايضا يكون هناك جلسات خلال الايام القادمه لتحديد موقفه ايضا، لان برضه حسام عاشور عاده بينتهي بنهايه هذا الموسم، ومستر فايلر لا يعتمد عليه يعني في الفترات الماضيه وربما خارج الحسابات، لكن ليه دور اداري ايضا. خلينا نقول يبقى كده اول واحد من الاربعه الكبار يقرر الرحيل من النادي الاهلي. بشكرك شكرا جزيلا ابو حميد.